بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا برحب بالطلبة الجدد اللي دخلوا على قسم الكيمياء لهذا العام 2016-2017، وإن شاء الله بتمنى التوفيق للطلاب اللي متخرجوا هذا العام أيضا 2016-2017. في خلال مسيرتي التعليمية الطويلة في خلال حوالي 35 سنة من التعليم على مراحل دراسية مختلفة وفي أماكن أيضا مختلفة ما بين الولايات المتحدة وما بين الأردن، ودراستي المختلفة وأبحاثي العلمية المختلفة، وجدت أنه طلبة الكيمياء أمامهم مستقبل كبير جدا، خاصة أن هذا التخصص ليس تخصص أكاديمي بحت، هذا التخصص تخصص أيضا يشمل المشاريع الكيميائية التجارية الكبرى. حوالي ما يقارب 60-70% من التجارة العالمية تعتمد على المواد الكيميائية والكيمياء. هذه قضايا طالب مفروض يكون عارف فيها ويأخذ خلفية كافية عن هذه المواضيع. المساقات المختلفة اللي بتدرس في داخل قسمنا في جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الكيمياء يحتوي هذا البرنامج جزء كبير من النشاط التعليمي الموجه للصناعة. فمثلا في موجود مساقات في البترو، مساقات أيضا في الصناعات العضوية، مساقات في الصناعات الغير عضوية، في التحليل الصناعي إلى آخره. أتمنى من الطلاب يعطوا اهتمام كبير جدا لهذا النوعية المساقات، لأن هذه مستقبلهم في سوق العمل. طبعا من الشيء الهام جدا للطالب من بداية مرحلته الدراسية أن يهتم وينظم نفسه بنظام خاص يومي الاطلاع على المراجع العلمية والكتب العلمية والثقافة العلمية والثقافة التكنولوجية المرتبطة بالكيمياء، وهذا جزء هام وواسع جدا جدا. لهذا السبب خصص وقت محدد، جزء من وقتك في النهار أو جزء من وقتك في الأسبوع للاطلاع والاطلاع المستمر على أشياء كثيرة في الكيمياء، وهي أشياء واسعة ولا نهاية لها. مستقبل الكيمياء في القرن 21 هيكون باهر جدا. لهذا السبب اقتنص الفرصة والفرصة المناسبة. هذه نصيحتي الكبرى للطلبة هذا العام القادمين والطلبة أيضا المتخرجين، وأتمنى للجميع التوفيق. طبعا نصيحتي لكم في بداية هذا العام الدراسي، طبعا الجميع راح يقول أنه الاجتهاد، فهذا الاجتهاد يعني مفروغ منه، ولكن لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. هذا الشيء مهم جدا. إذا بدأت الدراسة في أول يوم مش راح يكون في مشكلة عندك في نهاية العام الدراسي، وراح إن شاء الله يحالفك النجاح والتوفيق. وفي المثابرة دائما يتم تحقيق النجاح، وزي ما بقولها في اللغة الإنجليزية step by step one goes far، المثابرة يبلغ الأمل. شيء آخر بصراحة أنا دائما بحكي مع طلابي فيه، أنه تعتبر أنه الجامعة هي بيتك، فبيتك بمعنى آخر أن يجب تحافظ عليه في كل ممتلكاته بما في الممتلكات العامة. هذا أهم شيء، غرفة الصف، المصاعد، نظافة المكان، المحافظة على الصداقة مع زملائك وعدم الإساءة لهم، ودائما تقبل رأي الآخر، فالرأي الآخر دائما ممكن يكون خطأ وممكن صح، ولكن هو رأي الشخص، وبالتالي لا يجوز لك أن تكون عنيف في الرد على هذا الرأي الشخصي. فكونوا دائما خلينا نقول أخوة ومحبين. وأنا سعيد جدا بصراحة أن أكون في قسم الكيمياء وبين طلبتي الأعزاء، لأن دائما بكون لهم الحب والاحترام. فأنا المسج اللي حابب أوجهها لكم تنتين. أول واحدة كوالد إلي أبناء في سنكم وكمدرس، كوالد أكيد أنه دائما ننتظر بأحر من الجمر ذهابكم وعودتكم سالمين للبيت، ويوم ما يكون في عندكم امتحانات يمكن أنتوا بتناموا لكن ما بننامش. إحنا دائما بنقولكم أنه خلي أحلامكم تصل السماء، لكن الإشي اللي منقدرش نسويه عنكم إننا ندرس عنكم. فيبقى دائما بدنا لما تبقوا تنذكروا نقول إنكم بترفعوا راس، وإنتوا إن شاء الله راح ترفعوا راس. أما كطلاب كيمياء وفي المستقبل جزء منكم راح يكونوا زملاء
يوجد من اللي درسناهم قبل سنوات زملاء، حتى رئيس القسم كان طالب أندر جراديوت عنا، وهيو ما شاء الله اتخرج من كندا وترقى وصار، وأمثل عنه كثير. فإحنا بنتمنى أنكم كلكم تكونوا مثال زي هيك، يكون عندكم حب العلم ويكون عندكم المثابرة. تمام. أهم شغلة اللي هي إنه الهدف اللي أنا جاي منه. فيبقى إنه أنا طالما إني أنا اخترت هذا الطريق بتاعي، فدائما الإنسان المتميز فيه له مكان، ما يضلش يقول إنه والله في فرص عمل ولا ما فيش فرص عمل. لكن الكيميائيين بشكل عام عندهم فرص عمل كثيرة في مجالات الصيدلة، في مجالات الزراعة، في مجال الصناعات الكيميائية، فالأمور زاخرة بالنسبة لكم. فدائما مكاتبنا مفتوحة لكم، احنا دائما سعداء لما بنشوفكم سعداء، والله يوفقكم في الدنيا وفي الآخرة. كتخصص فعلا هو سنترال ساينس زي ما بيحكوا في كتاب الجنرال كيمستري، انه الكيمستري از سنترال ساينس، كل العلوم تحتاجه، وبيحس الواحد بانه عنده قدره تفكيريه وقدره على ربط الاشياء بصوره افضل. فعجبني قسم الكيمياء، لكن قسم الكيمياء او تخصص الكيمياء اذا بده يضل على مستوى البكالوريوس بيكون شوي خلينا نقول بالسوق ضعيف، الا اذا واحد فتح بزنس وفتح له شركه، فتح له شغله، بيكون وضعه كويس. اما هي مجالات العمل فيها مجالات الصحيح كبيره جدا وممتعه جدا، واللي الله بيوفقه بصير وضعه ممتاز. انا شخصيا مبسوط على تخصص الكيمياء، اني تخصصت كيمياء ومرتاح، وبحس حالي كمان احسن من كثير من التخصصات، ولو عادت الكره مره اخرى بتخصص. اتمنى كيمياء لكم عاما دراسيا مزدهرا، واتمنى لكم التوفيق في هذا الفصل الدراسي. اقدم لكم نصيحه بالجد والاجتهاد وعدم الركون الى ما يسمى بالسلايدات لحالها. يجب عليك انت كطالب جامعي ان تهتم اولا بالكتاب المقرر وبما يعطى لك من واجبات وتعليمات داخل المحاضرة. ان السلايدات أو الباوربوينت أو التلخيص تعطي جزء يسير من المادة، أما عليك أنت الجهد الأكبر بأن ترجع إلى البيت وتعمل على استعادة هذه المعلومات والخوض في تفاصيلها، وكذلك الرجوع إلى الأمثلة الموجودة في الكتاب، بالإضافة إلى أسئلة نهاية الوحدة. فإذا تمكنت من ذلك فالنجاح حليفك. أما إذا أركنت إلى ما يسمى بالسلايدات أو أسئلة سنوات سابقة، ممكن أن تعفيك أو تعطيك حد النجاح. ولكن إذا أردت التميز فيجب عليك أن ترجع إلى الكتاب الأصلي، المرجع المقرر من قبل عضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى حضورك المحاضرات وأخذ الملاحظات كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نصيحة للطلاب الجدد، مبروك القبول في الجامعة، وأنصحهم بالاهتمام بدراستهم وحضور المحاضرات والابتعاد عن الغياب ومرافقة الطلاب المجدين والمجتهدين واحترام أسئلتهم ومتابعة مكاتب وظائف التدريس والاطلاع على الخطط الدراسية الجديدة ومتابعة أمورهم الدراسية، وفقهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أن أرحب وأهنئ الطلبة الجدد بقبولاتهم بالجامعة العلوم والتكنولوجيا، وأهم شيء أنصحهم فيه الالتزام، وكذلك لا يفوتني إلا أن أذكر الطلاب القدامى بالجامعة بالالتزام، وقد عهدنا بهم الالتزام في هذه الجامعة ابتداء من بداية كل فصل دراسي
حتى تخرجهم، وأدعو الله أن يوفقهم وأن يكونوا من المبدعين. وقد سمعنا عن كثير من المبدعين من خريجي جامعة العلوم والتكنولوجيا، وأحد هؤلاء ابني بالمملكة العربية السعودية الذي تخرج من هذه الجامعة، وكثير من طلابنا النجباء الذين أبدعوا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من دول العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائنا الأعزاء، أولادنا وبناتنا، طبعا كل أمنيات لكم بالتوفيق والخير دائما وإلى مستقبل زاهر، بس بدي أركز على شيء لوحدة، رجاء الالتزام بدراستكم، بلاش تورطوا حالكم لمدد أكثر من مدتكم، فياريت كل واحد منكم يقوم بالواجب اللي عليه، وإحنا جاهزين نكافئكم بالواجب علينا وقدر ما استطعنا. الله يعطيكم العافية، نتمنى لكم مستقبل زاهر إن شاء الله.